أكد قائد جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي أن القوات الأمنية الرمادي تحقق تقدما كبيرا في محافظة الأنبار بمساعدة التحالف الدولي. وأضاف في اتصال هاتفي مع شقية نيوز أن أغلب المناطق التي يحتجز بها مسلحون ما يعرف داعش المواطنين كدروع بشرية تم تحريرها بالكامل وتم إجلاء أعداد كبيرة منهم. الموقف الآن في مدينة الرمادي بصورة خاصة جيد جدا. أغلب المناطق مكافحة الإرهاب وعثرت من تنظيم داعش عند مدخل منطقة الصوفية شمالي شرقي الرمادي بعد إسعادة القوات العراقية سيطرة على مستشفى مدينة. وقالت مصادر عسكرية أن اشتباكات تدور في منطقة البوعلون وأن القوات تتمركز في مدينة ألعاب سندباد ومدخل الصوفية، فيما استعاد جهاز مكافحة الإرهاب جامع الحق الواقع عند مدخل منطقة الملعب وسط الرمادي. في هذه الأثناء أشارت مصادر محلية إلى أن العائلات في منطقة صوفية تعاني اجتماعا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد الذي يزور بغداد لمناقشة سير العمليات العسكرية في الأنبار والتقدم الذي تحقق على يد القوات العراقية والدعم الذي يقدمه التحالف الدولي. وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن الاجتماع ناقش أيضا إمكانية الاستفادة من الموارد المتاحة لاستكمال معركة تحرير نينوى من تنظيم داعش. تناولنا عدة مواضيع، العمليات التجارية في كل القواطع التي استعادت القوات العراقية مركزها قبل أسبوع. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي كورنيل ستيفن أن الضربات التي يوجهها التحالف الدولي إلى التنظيم في سوريا والعراق أدت إلى مقتل 2500 مسلح، وأن تلك الغارات ساهمت في جعل داعش في وضع دفاعي. We assess this operation has reduced their revenue by about 30%. إن تقريرنا إلى العملية العسكرية هو انخفاض عائدات تنظيم داعش مالية بنحو 30%. حيث كان نائب عن محافظة الأنبار لقاء وردي طريقة استغلال المواطنين الذين كانوا محتجزين في المناطق التي كان يسيطر عليها مسلحين ما يعرف داعش. وقالت وردي تصريحا لشرقية نيوز أن وزارتي الهجرة والمهجرين والمالية لم تصدر لغاية الآن تعليمات للتعامل مع العائدين من تلك المناطق، مشيرة إلى أن هذه العائلات في أمس الحاجة إلى مد يد عون. ليست هناك خطة يعني موضوعة لعملية إجلائهم وإنما تكون هناك الظهيرة. قال نائب عن منظمة بدر رزاق الحيدري أن النزاع العشري في محافظة البصرة ليس بالأمر الخطير وتم تهويله إعلاميا، لكن الحيدري طلب في تصريحات لشرقية نيوز عشائر الجنوب والوسط بالهدوء والتوحد لمعركة محاربة الإرهاب ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق. هناك تحدي آخر للشعب العراقي والحكومة العراقية وهو النزاعات العشائرية في الجنوب تحديدا بعض المحافظات، لكن أنا أتصور أنه الأمر وصل إلى مرحلة يعني عالية من الخطورة حسب ما سمعت من المعنيين. عثمان الغانمي اجتماعا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد الذي يزور بغداد لمناقشة سير العمليات العسكرية في الأنبار والتقدم الذي تحقق على يد القوات العراقية والدعم الذي يقدمه التحالف الدولي. وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن الاجتماع ناقش أيضا إمكانية الاستفادة من الموارد المتاحة لاستكمال معركة تحرير نينوى من تنظيم داعش. تناولنا عدة مواضيع، العمليات التجارية، السير العمليات العسكرية في الأنبار. ينضم معنا العميد حسين إبراهيم الخفاجي مدير أعلام وزارة الدفاع. بداية سيادة العميد، نبدأ من سير العمليات العسكرية في الأنبار وتحديدا في الرمادي، متى يمكن أن نقول أن الرمادي تحررت بنسبة 100%؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولمشاهدي قناة الشرقية الكرام. الحقيقة العمليات اليوم بالذات قيادة الفرقة الثامنة تقدمت باتجاه أهدافها المرسومة لها. إلى ثلاث بلدات سورية بينها مضايا المحاصرة في ري دمشق حسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وجاء في بيان أممي أن المنظمة الدولية تلقت إشعارا من حكومة سوريا بالموافقة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المضايا والفوعة وكفرية
وتعملوا على تحضير القوافل لانطلاقها في أقرب فرصة. ونقلت الأمم المتحدة عن قرير موثقة بأن الناس يموتون من الجوع ويتعرضون للقتل أثناء محاولتهم مغادرة منطقة